أحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر نحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن تستدبر القرآن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا جزاكم الله خيرا.